بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقات. أولا كنشكر جميع المنابر الإعلامية اللي غطت الدورة العادية ديال شهر يونيو، واللي دوزت معنا واحد النهار شاق وطويل. وكما كيعلم الجميع، بعد ما هاد الدورة تم التأجيل ديالها لجوج مواعيد نظرا لعدم اكتمال النصاب، وهاد واليوم جات هاد الدورة اللي تم الحضور تقريبا ديال 36 من المستشارين والنواب والرئيس. وكانت كما كيعلم الجميع كانت دورة طويلة، وكانت بزاف ديال النقاط اللي طرحت، والحمد لله جميع النقاط اللي كانت مدرجة في جدول الأعمال هي نقاط اللي كانت تشمل بعض المسائل اللي هي عادية، بحال التهيئة للاحتفالات، وكذلك نقاط ديال برمجة أو برمجة الفائض ديال الميزانية اللي شط من العام اللي فات، وكذلك نقاط ديال فتح طرقات ومحاربة دور الصفيح. وبهذو ملتمسات اللي نقدموهم للمجلس البلدي. اليوم كنبغي نشكر الجميع، لا إخوان في التحالف بين قوسين، الناس اللي بقاو في التحالف واللي ما قلبوش الوجه ديالهم، اللي بقاو كيأمنوا بالمشروع ديالنا وكيأمنوا بالعمل اللي كنقوموا به، وكذلك المعارضة كنشكرهم حتى هما، لأن المعارضة فيها وفيها، كاين اللي باغي يدير المعارضة كسياسة وكحق دستوري، وكاين اللي باغي يدير المعارضة كوضع ربما كي كيقولوا العصا في الرويضة، لأن الأغلبية ديال المداخلات كانت من ناحية الشكل ماشي من ناحية المضمون. وحنا اللي كيهمنا هو المضمون، اللي كيهمنا هو السكينة ديال المقاطعة الزواغة، تعرف شنو هو التغيير وتعرف الجديد، ونخدموا هاد المنطقة ديالنا بكل روح وطنية وبكل إخلاص وتفاني. من بعد ما دوزنا هاد العشر أيام ديال إلا بغيتي تقول أن بلوكاج اللي لحد الآن ما عرفتش علاش، لأن ربما كاين شي بعض، انا ما كنعممش، ولكن بعض المستشارين اللي ربما ما عارفش لحد الان ما عارفش شنو هو الغرض ديالهم وشنو بغاو، ولكن اليوم الحمد لله انتصر الحق، وانتصرت مقاطعه زواغه، وانتصر الناس باش يعرفوا بان الحمد لله كاين وحقين فريق المشكور اللي عنده واحد ميثاق شرف، اللي كيشتغل في المقاطعة بكل روح وبكل إخلاص، وعنده عنده المقاطعة فوق كل اعتبار، أو مصالح أو مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار. اليوم ما غاديش ندخل حيتيات علاش كان داك المقاطعة ديالهم ما جاوش بالنسبة للدورة الموعد الأول والموعد الثاني، عندهم أسباب. ربما أنا اللي جاني غريب هو بأن ما كانش ما فتحوش معنا شي باب الحوار باش نعرفوا شنو هما المشاكل اللي عندهم. وعلى هذا الشيء علاش أنا دعيت الجميع باش نديروا اليد في اليد كأسرة واحدة وكسياسيين، اللي نبينوا للساكنة ديال المقاطعة ولا الساكنة ديال مدينة فاس بأن
احنا المسائل الشخصيه خصها تبقى بعيده كل البعد، ونخمو في المواطنين اللي تقوا فينا واللي داروا فينا، املوا فينا بان احنا غادي نرفع اليوم واحد النوع من المعاناه. احنا هنا غادي نشتغلوا وغادي نجتهدوا وغادي نخدموا بكل روح وطنيه كنعودها ونقولها واخلاص لمدينتي ولوطني ولملكي. وغادي ان شاء الله بجانب الاخوان اللي كيشتغلوا معنا غادي نعاودوا نزيدوا في المجهودات اللي كنقوموا بها. وكنبغيو نقولوا للساكنه ديال مقاطعه زواغه رحنا معاكم، ورحنا الهموم ديالكم هما الهموم ديالنا، وغادي نتعاونوا، والمكتب ديالنا دائما مفتوح، ولا الاخوه المستشارين ولا النواب ولا نواب العمده اللي كاينين معنا في المقاطعه راه الاشاره ناس من اطيب خلق الله، ناس كيشتغلوا في صمت، والهدف ديالهم هو خدمه الساكنه. ان شاء الله غادي كما وعدت في الدوره بان غادي نحل جميع قنوات التواصل مع الجميع، واشرك الجميع، واللي بغى يشتغل معنا ويدير يدينا في يده لصالح المواطنين مرحبا به، واللي باغي يعرقل راه لا مكانه له معنا. وكنشكركم وكنشكر المنابر الصحفيه اللي وجميع المواقع اللي في حقيقه تعذبوا هذا النهار وقيلوا معنا باش يقوموا بالوظيفه ديالهم على احسن وجه، وهذا كيزيد يشرف الصحافه ديالنا والاخوان ديالنا. وكنشكركم جزيل الشكر. شكرا.